redemption. No soul. No more beheading. No soul. No justice. أحكام الإعدام المتسارعة التي تصدرها محاكم آل سعود أثارت قلق الكثيرين في مختلف أنحاء العالم، الذين تداعى بعضهم لتنظيم احتجاج أمام سفارة آل سعود بلندن. فهذه العائلة لا تتوانى عن ارتكاب مجازر الإعدام الجماعية التي تشمل حتى الأحداث والمدافعين عن حقوق الإنسان. We're gathered here today outside the Saudi embassy in London to tell Saudi Arabia that the international community detests the unfair death penalty sentences that it is issuing against minors and protesters. And we're here today in particular because the holiday period is coming and Saudi Arabia has already executed human rights defender Sheikh Nimr and minors almost a year ago, and we're worried they may do it again. دماء الشهيد النمر لن ينساها أبناء المنطقة الأحرار وخاصة ثوار البحرين. رمزنا وفخرنا ونهجنا وخطنا هو آية الله الشهيد النمر الذي سنحمل ثأر دمائه حتى آخر نفس وآخر قطرة دم في عروقنا. أبرز هؤلاء الأحداث المحكومين بالإعدام هو علي النمر ورفاقه عبد الله الزاهر وداود المرهون الذين صدر حكم سعودي بإعدامهم. We stand up for him and his friends that got imprisoned as well. We think that's wrong, so we stand up for his rights and our rights. وأما رسالة المحتجين لآل سعود فهي واضحة لا لبس فيها. We asked them, we urged them to free them as much as quicker as possible because they are innocent people. They have demonstrating their own rights, so Saudi government must listen to our views and our comments, and that would be great. آل سعود المهزومون في كافة جبهات المواجهة في المنطقة يحاولون وعبر سفك دماء الأبرياء تحقيق نصر وهمي سيظل وصمة عار على جبينهم طوال التاريخ. Bring our children back. Bring our children back. Saudi dumb. برغم هطول الأمطار حضر هؤلاء المعتصمون للتعبير عن استنكارهم لقرارات الإعدام الجماعية التي يصدرها آل سعود ولمطالبة المجتمع الدولي بالضغط عليهم لوقف هذه الإعدامات. ساهر عرابي للبحرين اليوم من أمام مقر سفارة آل سعود في العاصمة البريطانية لندن.